إذا الآن غادي نديرو التمرين رقم 8، الصفحة 72 ديال ماكسيمات ديال السنة الثالثة إعدادي. دونك التمرين هو هذا. On considère le triangle ABC tel que AB est égal à 6 cm, AC est égal à 5 cm et HB est égal à 4 cm. Voir la figure ci-dessous. ولكن هنا راه ما داروش القياسات الحقيقيه. دونك اولا كالكولي السي اش، هذا السي سي هو الاسقاط ديال العمود ديال السي على اش. يعني اش هي الاسقاط العمودي ديال السي على المستقيم ا بي ولا على القطعه ا بي. اذا كالكولي السي اش. ثانيا اون ديدوير لير دو تريونغل، لير هي المساحه، مساحة المثلث ABC. إذا هذه هي لا فيغور بالمقاسات الحقيقية. إذا AB تساوي 6 سنتيمتر، إذا هي AB تساوي 6 سنتيمتر، إذا AB تساوي 6 سنتيمتر، وكذلك AC تساوي 5 سنتيمتر، AC تساوي 5 سنتيمتر، هي و HB تساوي 4 سنتيمتر، HB تساوي 4 سنتيمتر هي. إذا كالكولي CH. إذا إلا شفنا هنايا، on va considérer، donc on considère le triangle AHC. غادي نشوفو هاد لو تريونغل هذا AHC، دونك حتى هو عمودي في النقطة H، قائم الزاوية في النقطة H. دونك on considère le triangle AHC rectangle en H. Donc selon le théorème de Pythagore, qui veut dire qu'on a une AC au carré, il y a l'hypoténuse, le côté qui est opposé à l'angle droit. Il y a المقابل للزاوية القائمة. إذن هذا هو l'hypoténuse. إذن AC au carré يساوي AH au carré زائد HC au carré. حيث هذاك عرفنا AC، عرفنا عطاه لنا AH، غادي نعرفو حيت عرفنا HB. إذا AH هو AB ناقص HB، غادي نعرفو. بينما BC ما عرفناهش، BC ما عرفناهش. يعني إلا خدينا هاد المثلث CHB غادي نوقع في واحد المشكل. ديك الساعة ما غاديش نعرفو CB وما غاديش نعرفو CH. HB عرفنا، ولكن جوج الحوايج في دقة واحدة ما يمكنش نجاوبو على المعادلة. دونك داكشي علاش مشينا لهنا. دونك AH، دونك AC أو كاري إيتيكال AH أو كاري زائد CH أو كاري. دونك بعدين حنا بغينا CH بوحدها، إذا هاد AH أو كاري غادي يمشي للجهة الأخرى. إل فا شونجي دو سيني. دونك AC أو كاري موا AH أو كاري إيتيكال CH أو كاري. إذا حسن نبداو به، إذا غادي نقلبو هادو، إذا CH أو كاري غادي نجيبو لهنا تساوي AC أو كاري ناقص RH أو كاري تساوي AC أو كاري ناقص شنا هي AH. AH هي هاد المسافة من هنا حتى لهنا، غادي نحيدو منها هاد المسافة حتى لهنايا. HB يعني تساوي AB ناقص HB، كلهم عندنا. إذا AH غادي نعوضوها ب AB ناقص HB. دونك AH أو كاري هي AB ناقص HB بين قوسين أو كاري. دونك AC أو كاري هي 5 أو كاري ناقص AB هي 6، HB هي 4. إذا 6 ناقص 4 على كل أوكاري تساوي، إذا 5 أوكاري نعاودوها، ناقص 6 ناقص 4 هي 2، إذا 2 أوكاري ناقص 2 أوكاري تساوي 5 أوكاري هي 25، ناقص 2 أوكاري هي 4، إذا 25 ناقص 4 تساوي 21. هذه شناهي؟ سي اش أوكاري، سي اش أوكاري تساوي 21. إذا شحال هي سي اش؟ غادي نديرو لاغاسين كاري ديال 21. دونك سي اش هي لاغاسين كاري ديال 21. دابا السؤال الثاني، calculer l'aire du triangle. On déduire l'aire du triangle. إذن شنو هي المساحة ديال المثلث؟ المساحة ديال المثلث هي الارتفاع ديالو مضروب في القاعدة ديالو. قاعدة علاش جالس؟ إذا إلا شفنا هذا المثلث هذا، فين هي القاعدة علاش جالس هذا المثلث؟ هي هذه قاعدة بحال المقعد، والارتفاع هو هذا. يعني النقطة الأخرى كنديرو لها الإسقاط العمودي. إذا الإرتفاع هو سي أش، راه حسبناه
استاشرح سمعنا ابي راه كنعرفوه، اذا مباشره غادي نستنتجو لير او لا سيرفاس، المساحه اس يعني المساحه، اذا هي هذه. اذا اس تساوي سي اش يعني الارتفاع مضروب في ابي على القاعده على 2. اذا سي اش هي جذر مربع 21 حيت حسبناها، حسبناها هي سي اش هي جذر مربع 21 مضروب ابي هي 6، عطاوها لينا في التمرين 6، الكل مقسوم على 2. نقدر ندير نقدر نختزلو نقدر اذا جذر مربع 21 في 6 على 2، 6 على 2 هي 3، اذا جذر مربع 21 في 3 يعني 3 جذر مربع 21. اذا لا سيرفاس لاغ او لا اس تساوي 3 جذر مربع 21.